السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. قبيل في الخطاب ديالك كنسمع فيك كتهضري وكتذكري شي شعوادة شي اقتران شي في عصر العولمة عندنا هنا في الحي الجامعي أصبحنا قال لك المدير الحي الجامعي لطخ جميع أرجاء ديال الحي الجامعي بالقطران قال لك تيحارب الحيات والعقارب عمرك سمعتيها؟ وفي عصر العولمة والمبيدات والتطور حنا تنجيبوا ثلاثة الناس غراب شلوح تيجيو تيديروا لنا قطران، ولكن أنا شخصيا أعلنها أنا أمينة المال ديال المكتب الفرع ديال الإقامة الجامعية أعلن أنها شعوذة 100%. ومن نهار داروا ذاك القطران مشنا الراحة في حي الجامعي، تزرعت الفتنة بين الموظفين والبلبالة والقمح. ما علينا، هذا أنا كنهضر على القطران. القطران اللي متلطخ به الأرجاء ديال الحي الجامعي، ولا بغيتي تشوفيه تشوفيه بالصور. يعني كارثة ملي كتوصل. إذا هذه شعوذة، نعلنها شعوذة كما قلنا في هذا في البيان ديالنا. ولن ترهب أنا سياسة التجويع وسياسة الترهيب وسياسة البيانات الملفقة للنقابة، فنحن لنا الثقة العمياء في بعضنا البعض، فالإدارة قد فضحت بكل صدق لدى كل الموظفين، فالموظفين لن يتوانوا أبدا أمام فضائح الإدارة المتوالية، والنضال سيستمر دائما وأبدا. رغم هذه السلوكات نقول بكل ثقة أن الإدارة حاولت إرهاب بعض الموظفين باستفسارات ملفقة ومجالس تأديبية في الوقت الذي يلزم الإدارة تشجيع الموظفين على ما يقدموه من خدمات جديدة، والحي الجامعي في حلة جديدة، وكل سنة بفضل الخدمات المتكررة التي نفتخر بها كموظفين ومجهوداتنا. الإدارة كتفتخر وكتقول الحي الجامعي خد أحسن حي جامعي بالمغرب. علاش خدنا أحسن حي جامعي؟ في النظافة، في البستانة، في كل مرافق الحي جامعي أخذناها بمجهودات الموظفين. فأين التنويه؟ التنويه اللي تعطانا سبحان الله، التنويه اللي تعطانا هو سياسة التخويف والتجويع وبث الفتنة بين الموظفين والمنع من المنح وسرق ممتلكات الموظفين. بعض الموظفين بيسي بورتابل تسرق المسؤول موظف بالجناح واحد، وهذا تهموه هزوا ليه البيسي ديالو باش يزرعوا الفتنة خوناتو الإدارة. لنا الدليل وعارف اللي سرق من الإدارة هو اللي سرق البيسي من المكاتب من المكتب ديال الموظف، بيسي خاص به. والأدهى من ذلك هو القطران، كما قلت لك القطران اللي ولا تيدار في عصر العولمة وعصر الويفي وعصر تقدم تكنولوجي. تقدم تكنولوجي سبحان الله. وكنديروا القطران، ما عرفتش القطران في 93 94، وكنا يلاه بدينا في الحي الجامعي والمدير السابق ما عمره ما دار القطران. علاش دابا؟ ومع ان البستانة احسن بستانة، ما يمكن لا حيات لا تجي حاجة. اذا هذه اعلنها بان هذا المدير يستعمل شعوذة في بث الفتنة بين الموظفين. وشكرا وجزاكم الله خير. بلاتي تا قويله وتا باغي تهضر باغي تقول باغي نقول احنا معك دابا. اشنو الاسم كريم؟ القرفي مصطفى. قرفي مصطفى، انت تتا موظف نهزتي وعضو في المكتب ديال النقابة. عضو مكتب النقابة. قبيله سولتك قلت لك اشنو الرأي ديالك فهادشي اللي كيوقع،
هضرتي لي على شي تصرفات صادره عند المدير المؤسسه. التصرفات ديال المدير كيتصرف بعشوائيه وكيقمع الموظفين، وهذا المدير حط من الرقم القياسي في استفسارات وفي انذارات باش يرهب باش يخوف الموظفين. حط من الرقم القياسي اذا بالمجال التاديبيه كيمشي لها واحد في العام في المغرب كامل، هذا تقريبا صيفط 6 ولا 7 الناس في ظرف وجيز في ظرف شهر باش يخوف الموظفين. وهو كيمارس واحد باغي يمارس السلطه ديال القمع وديال التخويف، واذا به هو كيخرق القانون بحال الشكل ديال كيأسس واحد بحال الشكل ديال جمعيات كيجمع دوك الموظفين اللي موالين ليه وكيمشي كيخرج كيقول لهم اجي نجي ندير واحد الجمعيه سماها اجنت دامل، وخلى المسائل هنا اللي كتخص المؤسسه ومشى داع في الغربه في واحد المدارس ديال الغربه وداع خدام كيقول لهم انا كندير في هذا الشيء. شنو غتفرض علينا في لاكارات ديالنا؟ انا كندير خير في هذه المدارس وكذا. تفرق علينا البلاكارات ديالنا الخاصين، اسمح لي الاداره تقول بان غتفرق علينا البلاكارات ديالنا الخاصين بينا باش يخدموا خدمتنا.